السلام عليكم. بعد كده معانا المنظار الطيفي. في خمسينات القرن التسعتاشر أجرى بعض العلماء عدة تجارب بتهدف اكتشاف سبب إطلاق العناصر بألوان مختلفة عند تعرضها للنار. على سبيل المثال، بيطلق عنصر الصوديوم اللون الأصفر لو تعرض للنار فترة وجيزة، وكمان عنصر النحاس بيطلق اللون الأخضر، وده اللي لفت نظر العلماء لظهور قوس قزح تفسير الظاهرة دي. وبالفعل قام العلماء بتصنيع منظار طيفي دقيق باستخدام منشور ثلاثي عدة مناظير مختلفة، فوجدوا ان كل عنصر بيتحلل عند مروره خلال المنشور لعدة خطوط قاتمة اخرى مضيئة، وده بيشير خواص الذرات المكونة لهذا العنصر. بعد ذلك اجراء عدة تعديلات على المنظار الطيفي، دراسة خواص الذرة عن قرب كان واحد من اهم الاكتشافات الكيميائيه خدمت البشريه طول القرون اللي فاتت. بعد كده معانا الالكترون. توالت الاكتشافات الكيميائيه تابعت النظريات المفسره لتكوين الذره داخل، لحد ما توصل عالم بريطاني يدعى تومسون على وجود جسيم صغير داخل الذره يدعى الالكترون. طريق قياس كميه الشحنه الكهربائيه للذره، والامر ده اعتبر وقتها نقطه التحول في مسار التجارب الكيميائيه. بس وشكرا، خلصت حلقه النهارده، انتظروا الجزء الاخير. عكس الاتجاه بضرب في مقتل وضع في قوه، عكس الاتجاه بضرب في مقتل.